وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة سيدنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات الله آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات الله أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى حضرات أرواح أصحابه البدنيين والهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، وإلى حضرات التابعين وتابعي التابعين وجميع أوليائك الكرام مشارق الأرض إلى مغاربها، اللهم بجاههم وبأسرارهم وبأنوارهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، ربنا وفقنا لما تحبه وترضى، وفقنا للتعلم والتعليم والمطالعة والتدريس، وفقنا لزيارة الحرمين الشريفين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.